فيلمنا النهارده بيبتدي بواحد اسمه انفجار ومراته ماريا، وبيبقوا بقى قاعدين هما الاثنين في مكان بعيد كده ومنعزلين عن الدنيا من ساعه ما بنتهم مات. المهم انهم بقى بيبقوا مربيين شويه خرفان ومعيز كده يعني بيستفيدوا منهم يعني، وبتبقى حياتهم بقى ممله جدا ولا بيعملوا اي حاجه فيها غير انهم يهتموا بالمزرعه وياكلوا ويشربوا ويناموا. لحد ما في يوم وهم بيولدوا معزه بيلاقوا حاجه عجيبه جدا حصلت، وهي ان المعزه الصغيره دي نصها بني ادم ونصها معزه. المهم انهم بيبصوا لبعض كده وبيجي لهم فكره انهم ياخدوها ويربوها وتبقى هي بنتهم بدل اللي مات. بس هو في مشكله صغيره كده ان وشها معزه يعني، بس هما بيكرروا ان ولا كانهم هيبقوا شايفينه وهياخدوها ويعتبروها بني ادم عادي جدا. المهم بيروح انفجار ويجيب سرير بنته القديمه اللي بيبقى مركون وبيجيبه عشان المعزه الجديده، قصدي بنته الجديده. المهم بقى بيفضلوا يشربوها لبن طبعا وينيموها على السرير وكمان يهتموا بيها بقى ويظبطوا الدنيا. وفي يوم بقى بيجي انفجار كده وبيقعد يعيط لانه بيفتكر بنته اللي ماتت، بس خلاص بيقول انا ربنا عوضني بالمعزه دي. المهم انهم بيكرروا يسموها ادم وبيعتبروها ده تعويض من ربنا وخلاص. بس في يوم بتسمع ماريا صوت جاي من تحت وبيطلع ان ام ادا فكت نفسها من الرابطه اللي في المزرعه وجايه تحت شباك ادا عشان تشوفها. بتنزل ماريا طبعا وبتبقى متضايقه جدا وبيقعدوا يهشوا فيها كده واللي هو زي انت مالكيش بنات عندنا يعني. المهم في يوم بتطلع ماريا وبتركب الجرار بدل جوزها وبتسيب ادا نايمه في البيت، بس لما بترجع بتبص بتدور على ادا مش بتلاقيها، وبيفضلوا بقى يدوروا عليها زي المجانين في كل حته. ولا ليه زي هما مجانين فعلا. المهم انهم اخيرا بيلاقوها وبتكون مع امها الحقيقيه، فبياخدوها وبيلفوها بالجاكيت بقى عشان بيبقى الجو طبعا ساقع جدا. المهم ان هما ماشيين امها المعزه بتفضل تمقمق عليها كده اللي هي زعلانه يعني، فبتتعصب ماريا عليها وبتقول لها امشي بقى انت ما تجيش هنا تاني، وبتبقى خلاص اعتبرت ان ادا دي بنتها مش بنت المعزه. وبياخدوها بعديها بقى وبيحطوها على سريرها كده وبنشوف بقى ساعتها ايديها البشريه. المهم بتعدي الايام وادا بتكبر ما شاء الله وبيبقوا ملبسينها زي البني ادمين بقى وبيعملوها احسن من البني ادمين كمان. وفي يوم بتصحى ماريا من النوم وبيبقى ضميرها واجعها كده عشان خدت ادا من امها يعني، اخيرا حست على دمها. فبتفكر في ايه بقى، بتفكر انها تقتلها عشان تريح من عذاب الضمير خالص وتحط عذاب ضمير اكتر. وفعلا بتروح ماريا وبتقتلها وبتدفنها بعيد، بس في نفس الوقت ده بيكون بيتر اخو جوزها جاي عشان يزورهم وبيشوفها وهي بتقتل المعزه وبتدفنها، فعلى طول بيستغرب بقى من اللي شافه اللي هي عملته ده. ولما بيصحوا تاني يوم بيلاقوا بيتر نايم وبيقول لهم انه جه امبارح متاخر وانه محبش يصحيه، وبياخدوه بقى عشان يفطروا سوا، بس بيلاقي اربع اطباق فبيقول لهم يعني ايه ده انتوا معاكم حد في البيت غيري ولا ايه؟ لكنه طبعا بيتفاجئ بالمعزه دي جايه تفطر معاهم ومسمينها ادا ومقعدينها معاهم، فبيستغرب جدا طبعا من اللي بيحصل وبيقول ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده. وبيلاقيهم كمان رايحين يقولوا للمعزه اتعرفي على عمك يا ادا وسلمي عليه وبوسي. اللي هو بيتر بيستغرب من ايه الهبل اللي بيحصل ده، وبيتكلم بقى بيتر بعديها مع اخوه بيقول له انتوا اتجننتوا خلاص ولا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ولكن انفجار بيقول له ان دي هديه ربنا ليهم وان دي بنتهم خلاص وهم مستريحين كده. وبيجي بقى ميعاد النوم وبيقول لادا يلا قولي لعمه تصبح على خير. المهم ان ادا بتمقمق له كده يعني اللي هي بتقول له تصبح على خير يعني. وبعديها بيقول انفجار لبيتر انت هتقعد هنا زي ما انت عايز، بس موضوع ادا ده ما تتكلمش فيه تاني احسن. وبيجي تاني يوم وبيطلعوا كلهم وبيساعدهم بيتر في شغل المزرعه، وبيحاول ساعتها انه يتحرش كده بماريا، فطبعا ماريا بتوقفه عند حد وبتقول له انت مجنون ولا ايه؟ يعني هو مش هيكون اجن منك يعني. بيقول لها يعني اللي انا بعمله ده جنان واللي انت بتعملوه مع المعزه ده مش جنان، ما صباح الفل بقى. المهم انهم بيرجعوا عشان ينضفوا المزرعه، فبيبتدي بيتر ينده على ادا ويقطع لها شويه عشب من جنبه كده ويفضل ياكلها، وبيشوفوا بقى انفجاره ويتضايق قوي منه اللي هو انت ازاي تعمل كده مع ادا، يعني انت ازاي تاكلها عشب انت فاكرها معزه ولا ايه؟ فبيقول له بيتر فوق يا ابني ما هي فعلا معزه انت فاكرها ايه يعني، وان دي اصلا المعامله الطبيعيه للمعيز. ومش بيرد بقى انفجار عليه وبيبقى متضايق جدا منه وبياخد اد من قدامه وبيمشي. المهم ان في يوم كده بيقرر بيتر ان ياخد ادا لمكان بعيد عشان يقتلها ويخلص بقى اخوه ومراته من الوهم والهبل اللي هم عايشين فيه ده، بس لما بيجي يقتلها بتصعب عليه فبيرجع عن اللي بيعمله وبيرجع بيها وبينيمها في حضنه كمان اللي هو انت اتجننت انت كمان يا ابني ولا ايه. ولما ماريا بتصحى ومش بتلاقي ادا في سريرها بتتخض جدا عليها، بس لما بتدور عليها بتلاقيها في حضن بيتر، فبتفرح جدا طبعا ان كمان بيتر اتجنن هو كمان زيهم وخلاص ما عادش يعمل لهم مشاكل. وتاني يوم بتطلع ماريا للمقابر عشان تزور بنتها اللي ماتت، ولما بترجع بينيموا ادا وبيقعد انفجار يحكي لها قصص كده عشان تعرف تنام. وتاني يوم بياخد بيتر ادا وبتتفاجئ انه بيفسحها وبياخدها على مركب كده وبيفضل يتكلم معاها وبيعيشها عيشه احنا مش عايشينها اصلا. ولما بيرجع بيلاقيهم بيلعبوا كوتشينه وقاعدين مبسوطين خالص، فبيقعدوا كلهم يلعبوا ويتفرجوا على الماتش سوا ويشغلوا ليهم شريط فيديو كده زمان وبيفتكروا الذكريات سوا، وده كله بتبقى ادا معاهم وبيفضلوا يرقصوها والدنيا بتبقى حلوه خالص. وبعد ما بيشربوا ويسكروا بقى بيناموا، وبيجي النهار وبيدخل بيتر على ماريا المطبخ وبيحاول برضه انه يتحرش بيها تاني، ولكنها طبعا بتصد ومش بتوافق انها تخون جوزها، فبيروح بقى وبيهددها بيقول لها على فكره هي ادا عارفه انك قتلتي امها الحقيقيه، فبتفهم هنا بقى انه بيهددها انه هيقول لادا على كل حاجه لو ما سابتوش يتحرش بيها. مش عارف هيقول لها ازاي اصلا ولا هي هتفهمه ازاي، بس ماشي. فبتستدرجه بقى لاوضه المخزن كده وبتزق فيها وبتحبسه هناك، وتاني يوم بتفتح له وبتاخده في العربيه
العربيه وبتوصله للاتوبيسات وبتدي له فلوس وبتقول له اخلع بقى انت كده كفايه عليك ومش عايز اشوف وشك تاني، وبتسيبه وبترجع فعلا وهي مبسوطه جدا عشان هتعيش مع بنتها وجوزها في امان بقى. وفي نفس الوقت بيكون انفجار واخد ادا وبيعرفها على الطريق عشان لو تاهت في يوم من الايام تعرف ترجع للبيت لوحدها. بس لما بترجع ماريا بتشوف جوزها ماسك رقبته كده وفي طلقه اتضربت عليه، وبنعرف هنا اللي عمل كده فيه خروف ضخم نصه حيوان ونصه بني ادم برده، وبيبقى ماسك بندقيه كده وبيقتل الانفجار وبياخد ادا وبيمشي. وبتوصل ماريا بعد كده وبتفضل تساله على اللي حصل، بس خلاص بيكون مات ومش بتكون فاهمه ايه اللي حصل، وبتكون لوحدها خالص بقى، ولا جوزها ولا ادا ولا بنتها ولا اي حد، وخلاص بقى بتبقى هتتجنن اكتر ما هي مجنونه اصلا. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اللي كتب السكريبت ده واللي منتج الفيديو واللي كمان سجل اخوكم ايمن اللي هو انا يعني. ولو مش مشترك معانا في القناه ما تنساش تعمل اشتراك عشان تتابع كل جديد.